رئيس لجنة التنظيم نادر يونس، وبعد الانتخابات رئيس لجنة التنظيم، ما هي مشاريعكم وخطواتكم للأمام؟ أولا السلام عليكم. صحيح أنه لجنة التنظيم هي خدمة لكل المنطقة، وبهذه المناسبة أشكر جميع البلدان اللي أعطتني ثقتهم، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنهم الجميع. ولا ننسى دور أم الفحم طبعا اللي كانت 15 سنة متتالية في هذا المنصب وحافظت على كل وادي عار وكل بنجال. المشاريع إن شاء الله ستكون تحقيق أهداف المنطقة كلها بأكملها. وإحنا ما ننساش إنه وادي عار مستهدف من قبل كل الجهات المعنية في الموضوع هذا، وإحنا إن شاء الله بنكون عند حسن ظن الجميع ولمساعدة كل أهل المنطقة.